شياطين تسمانيا تعود للبر الرئيسي الأسترالي بعد اختفاء دام 400 عام، وهو أكبر حيوان جرابي آكل للحوم في العالم. تعرف معنا على شياطين تسمانيا أو كما يطلق عليها البعض العفاريت الأسترالية. عادت شياطين تسمانيا المهددة بالانقراض إلى البر الرئيسي الأسترالي بعد تأرجحها على شفا الانقراض لأكثر من 4 قرون، وكانت اللحظة البالغة الأهمية بالنسبة للأنواع، كما قال تيم فولكنر رئيس مجموعة الحفظ بجمعية الحياة البرية الأسترالية، عندما بدأ الأستراليون تربية عفاريت تسمانيا مرة أخرى وإطلاق أكثر من 40 زوج منهم في البر الأسترالي بعد إن كانت استؤصلت من تلك المنطقة منذ حوالي 400 عام وفقاً للمتحف الأسترالي، وبدأت أعدادهم في الانخفاض منذ ذلك الحين، وتنحوا ليعيشوا فقط في أقصى جنوب البر الأسترالي ليتخذوا من جزيرة تسمانيا المأوى الوحيد لهم. وتبدو تلك الحيوانات مثل الدببة الصغيرة، لكنها في الواقع جرابيات، مما يعني أنها تحمل أطفالها في جراب خارجي مثل الكوالا والكنغر. ولكن ما يميز العفاريت الأسترالية أنه من آكلات اللحوم، وهو الآن أكبر جرابي آكل للحوم في العالم بعد انقراض حيوان الثايسلين سنة 1936، وأطلق عليها اسم شيطان تسمانيا بسبب وحشيته وشراسته الكبيرة التي لا تكون في حيوانات بمثل حجمه، وكذلك شجاعته التي تجعله يقدم على افتراس ثدييات أكبر منه حجماً كالظباء الصغيرة وأفاعي في غاية السمية والخطورة. وفي عام 2008 أعلن أن الشياطين التسمانية مهددة بخطر الانقراض تماماً بعد نزوحهم من البر الرئيسي وقلة أعدادهم بشكل ملحوظ في جزيرة تسمانيا. وأقرت بعض الأبحاث أن قلة أعدادهم بسبب خطر ورم الوجه الذي أصاب عدداً كبيراً من الباقين منهم، وقتل الشياطين أيضاً على أيدي المركبات والكلاب والسائقين على مر السنين، وذلك وفقاً للقائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض في أستراليا. كما تم إلقاء اللوم أيضاً على الكلاب البرية الأسترالية المسمى بالديانغو. ومنذ إعلان تهديد العفاريت التسمانية بالانقراض أصبحت تولد في المختبرات العلمية، وتم البدء في تجهيز بيئة صالحة لها لا تتعرض فيها للخطر. ومؤخراً في عام 2019 بدأت تتزايد أعدادهم، وبدأ توزيعهم مرة أخرى في غابات جزيرة تسمانيا وأيضاً في البر الرئيسي الأسترالي ليرحب بهم الأستراليون مرة أخرى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.